السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في محاضرات جديدة. أرحب كل الإخوة من كل الدول العربية، وإن شاء الله هذه اليوم هي الخامس محاضرة، ونتمنى معناها نواصل في المحاضرات باللغة العربية، وهذا رهن معناها مشاركاتكم وحضوركم. واليوم مثل العادة يعني معايا أخي شريف حلاوة، باش نكونوا موجودين الاثنين للمحاضرة هذه. اليوم العنوان المحاضرة هو الحكم والسيطرة على المباراة، وإن شاء الله معناها تستفاد كل الناس من هذه المحاضرات، ونعرفوها أن محاضرات قيمة. والحاجة الممتازة في المحاضرات هذه أن ما يكفيش معناها أنها تكون على المباشر، وهو الأفضل على المباشر باش احنا نعرف الأسئلة متاعكم ونعرف نجاوبكم على المباشر، ولكن الحاجة الممتازة أنه الاتحاد الدولي وضعها على اليوتيوب، ووضعها على الويب سايت متاع الاتحاد الدولي، وعلى الديفلوبمنت يعني البلاتفورم متاع الديفلوبمنت، لجنة التطوير، لجنة التطوير يعني، وكل الناس ممكن تخش وتعيد الفيديوهات هذه والمحاضرات هذه وتتفرج، ولكن الأفضل اللي على المباشر، لأنه فيه تبادل آراء وأسئلة وأجوبة. وإن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله نستمر في المحاضرات هذه. الآن هذه اليوم آخر محاضرة في الخمس محاضرات اللي تسلمناهم من لجنة التطوير، وإن شاء الله قاعدين سعيين باش تتواصل المحاضرات باللغة العربية، وربنا هو الموفق. تفضل يا شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذي العزيز الحكمال. برحب بكل الحكام العرب والمدربين والحكام والمدربين من كل الدول العربية. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الخامسة عن الكورس الكامل عن أساسيات أو أساسيات التحكيم. المحاضرة دي هي المحاضرة الخامسة والأخيرة في الكورس الخاص اسمه Introduction to Efrain Course أو المقدمة عن التحكيم. احنا اشتغلنا المحاضرات الأربعة، النهارده المحاضرة الأخيرة في الكورس الأول ده، اللي هو خدنا فيه أساسيات تسجيل النقاط في المحاضرة الأولى، خدنا فيه الكومبيتنسز اللي هي الكفاءات الأساسية للحكام وطاقم التحكيم ودور كل واحد فيهم، الحكم والقاضي ورئيس البساط. خدنا كمان ميكانيكية الحركة بتاعت الحكم، ميكانيكية الحركة وميكانيكية العمل بتاعت الحكام. وخدنا في المحاضرة الرابعة واللي فاتت مباشرة المواقف والأوضاع بتاعت الحكم والأماكن اللي بيتمركز فيها على البساط، وإزاي يتحرك الحكم على البساط. والنهاردة في المحاضرة الخامسة اللي فيها الحكم وإزاي يسيطر على المباراة وتكون مباراة تحت سيطرته وإدارته من بدايتها لنهايتها، ويعبر بيها إزاي لبر الأمان. خمس محاضرات في Introduction to Refereeing Course، مقدمة عن التحكيم. وإن شاء الله بإذن الله النهاردة إن شاء الله العدد يكون أكبر، وبإذن الله زي ما قال الحكمال بالمشاركات بتاعتكم إن شاء الله بإذن الله نواصل مع لجنة الرياضة في الاتحاد الدولي السبورت ديبارتمنت، إن إحنا إن شاء الله بإذن الله نستكمل باقي المحاضرات إن شاء الله باللغة العربية بإذن الله. تفضل الحكمال. شكرا. هذه يعني الصفحة متاع الدورات للحكام عبر الانترنت، الانترودكشن تو ريفيرينج او اليو في في رولز تيست اونلاين، اللي ممكن انتم تخشوا عليهم. فهمتني؟ الصفحات هذه تخشوا وتشوفوا وتتابعوا، يعني فيها الفيديوهات وفيها كل الاشياء اللي معناها تستحقونها موجودة على الصفحات على لجنة التطوير بالاتحاد الدولي. الأهداف اليوم من الموضوع متاعنا اليوم، المحاضرة متاع اليوم، الأهداف متاعها السيطرة أثناء المباراة.
ما معنى السيطرة أثناء المباراة؟ يعني الحد من السلوكيات الغير الرياضية، هذا أول شيء. التعامل مع السلوكيات الغير الرياضية وعملية التشاور، هذا الحكم كيف يسيطر على المباراة، يعني ما يتركش إنه اللاعبين مثلا تكون عندهم سلوكيات عنيفة، لابد إنه هو اللي يكون المسيطر على البساط، وقفته على البساط يعني يكون معناها حكم قوي على البساط، واثق من نفسه، يخليه هو اللي يسيطر وما يخليش يعني اللاعبين يعني تقوم بسلوكيات غير رياضية. في صورة ما حدثت السلوكيات الغير رياضية، كيف يتعامل معها الحكم؟ قلنا لما يكون الحكم قوي وحكم مالي مكانه، يعرف كيف يسيطر على السلوكيات غير الرياضية. وعندنا عملية التشاور اللي بينه وبين المجموعة متاع مجموعة الحكام اللي تشتغل معاه في نفس المباراة. سلامة اللاعبين، التعرف على المواقف الخطرة وملاحظتها، ضروري انه الحكم يتعرف على المواقف الخطرة. كيف باش يتعرف عليها الحكم؟ وبإذن الله باش نشوفوا فيديوهات معناها كيفاش الحكم، إما لما يكون الحكم مناضج ويكون الحكم معناها فاهم شغله ويكون الحكم هو المسيطر المباراة في اختيار المكان متاعه في الوقوف يعني على البساط، يعني الحكم السيطرة متاعه تكون والقدرة متاعه إنه يعرف وين باش تنزل الحركة، الحركة هذه خطيرة ولا لا، ويتدخل والتدخل متاعه يكون استباقي قبل ما يصير لا قدر الله معناها مشكل، فهمني، متاع إصابة أو شيء، يكون التدخل متاعه معناها مباشرة قبل ما تصير الإصابة. اختيار المكان والوضع المناسب، كنت أنا نحكي فيه، معناها لما يكون الحكم في وضع مناسب يخول له إنه معناها يتدخل في كل وقت باش يفرق بين اللاعبين في صورة ما فيه تشابك أو شيء، إنه في صورة ما فيه عملية خطرة متاع كسر أو لا قدر الله أي معناها إصابة، يتدخل مباشرة وما يخليش الإصابة هذه تصير، فهمني، هذا الكل بالوضع متاع الحكم. أما لما الحكم يكون بعيد على الزون ولا على كذا واللاعبين في وسط البساط ولا قدر الله تصير حركة يعني خطرة، ما يقدرش أنه يلحقها وأنه يوقف ويعمل عملية استباقية قبل ما تصير لا قدر الله الإصابة. فاضل هنا حاج كمال، جميل جدا ان احنا موضوع اهداف المحاضره دي واللي هي بتتكلم على سيطره الحكم على المباراه، ولكن رغم ان احنا بنتكلم في السيطره بس على المباراه، الا ان كل اللي اتشرح في الاربع الاولى في التحكيم النهارده هيساعد الحكم بشكل كبير جدا في انه يعرف يسيطر على المباراه. الحكم اللي اتعلم ايه هي الكفاءات الاساسيه وايه هو دور الحكم، ايه هو دور القاضي، ايه هو دور رئيس البساط، الميكانيكيه الحركه بتاعته، المواقف والاماكن اللي هو مفروض يتمركز فيها، لو هو اتعلم ده كويس من المحاضرات الاربعه النهارده هتلاقيه واقف في المكان المناسب اللي يخليه يقدر يسيطر على المباراه. موضوع الحد من السلوكيات الرياضيه ده ضروري جدا يكون الحكم الاول واقف في مكان مناسب، اختار تمركز في مكان مناسب يقدر يخليه بسرعه يقدر يتدخل ويمنع، لان اكتر من 90% من الحد من السلوكيات غير الرياضيه هو دور الحكم اللي واقف على البساط، لانه هو لو واقف في مكان بعيد وساب الموضوع لانه يتفاقم او السلوك الغير رياضي بدا يتفاقم وبدا من اللاعب ده او اللاعب الاخر، مش هيقدر يسيطر على المباراه. فازاي الحكم يقدر يحد من السلوكيات الرياضيه دي، يتعامل معاها ازاي، طريقه التعامل معاها وفقا للقانون بتاع الاتحاد الدولي اللي بيقول لي انا عشان اتعامل مع السلوكيات الرياضيه عندي ازاي الاول اتدخل وازاي ادي العقوبات بتاعتها والتدرج والعقوبات بتاعتها. لو حصل حاجه فوق العاده نقدر نعمل كونسلتيشن، عمليه التشاور ما بين طاقم التحكيم عشان اقدر اسيطر على المباراه. وضروري جدا برضو وانا بسيطر على المباراه ان انا احافظ على سلامه اللعيبه، فبرضو مكاني ومركزي هيخليني اقدر
ابقى قريب من اللعيبه وقت ما، زي ما قال بالضبط. الحاج كمال، في موقف يحتاج التدخل بسرعه جدا وانا قريب من الحركه اقدر اتدخل في اختيار المكان المناسب. وكل اللي اتشرح في المحاضرات الاربعه اللي فاتت واخرها محاضره الريفري بوزيشننج او الاماكن والاوضاع بتاعه الحكم، هتسهل علينا كتير ترى على المباراه. بالضبط. الآن نشوف التواصل مع اللاعبين خلال المباراة. أول شيء هو استخدام مصطلحات الاتحاد الدولي، يعني ما يمكنش أنك مثلا تتخاطب مع اللاعبين بلغة ثانية، يعني تكلم اللاعب بغير مصطلحات الاتحاد الدولي، فهمني؟ ما يمكنش أنه لاعب مثلا عمل خطأ تقول له شوف يا ابني ما يلزمش تعمل الخطأ، لا لا لا، ما عندكش علاقة، ما فيش خطابات، ما فيش مصطلحات تستخدم إلا مصطلحات الاتحاد الدولي اليو في في فوكابيلاري. النطق بالألوان والأمر معا عند توجيه التعليمات، لابد يعني إنك تذكر اللون متاع اللاعب اللي هو عامل الخطأ، يعني ما يمكنش إنك في المطلق باش تقول كونتاكت، كونتاكت المين، ولا نو بلوك، نو بلوك المين. ضروري انك تدي الامر وتدي اللون، يو انديكيت يقول الانجليزي، فهمتني؟ يو انديكيت، فهمتني؟ يعني انت عندك لون احمر وازرق، انت تامر وتذكر اللون. ريد كونتاكت، ريد نو بلوك، ريد نو فينجر، بلو هيد اب. هذه مصطلحات الاتحاد الدولي، انك تذكر مصطلحات الاتحاد الدولي، تستعمل الا مصطلحات الاتحاد الدولي، ما يمكن لكش انك تستعمل حاجه ثانيه او كلام ثاني على البيصه. هذا واحد. ثالثا، المسافه المناسبه بين الحكم والمصارعين. احنا ذكرنا حتى في مثل ما قال شريف في المحاضرات اللي فاتت على المسافة المناسبة بين الحكم والمصارعين. ما يمكنش للحكم، انه ما يلزمش يكون الحكم بعيد جدا او قريب جدا من اللاعبين، لابد انه يختار الوضع المثالي اللي يخوله. اذا كان المباراة رومانية يخوله انه يتابع على قدر الله حركات الرجلين اللي فيها الشنكلة وفيها الإعاقة وفيها كذا، هذوما كلها معناها ضروري انه يكون بعيد شويه باش يشوف يعني الحركه نتاع الرجلين في الرومان. بالنسبه للحره، بحكم ان الحره فيها حركات اكثر من الروماني، يعني هذا يعني الحركه تتغير في وقت بسرعه كبيره جدا. نفس الشيء، ما يكونش الحكم قريب لا قدر الله يسقطوا عليه اللاعبين او يرموا عليه اللاعبين، لا، يعرف كيف يختار المسافه المناسبه وامتى يتدخل، لانه ياخذ مسافه. مثلا نشوفهم في الصوره، نشوفه في الصوره لهنا، شوف المصارعين فين وشوف الحكم فين على الزوم، على الاقل ثم مسافه نتاع 2 متر او 3 متر بينهم. هذه حاجه. اثنين، وقت اللي يلزم باش يتدخل الحكم يدخل هون ينبه على اللاعب مثلا نو فينجر نو بلوك كذا، يستعمل معاه المصطلحات حسب الخطأ اللي هو يشوف فيه الحكم، ويرجع إلى الوراء ويأخذ مكانه اللي يخليه يشرف على كل المباراة. نفس الشيء، شوف الأمر هون كيفاش الحكم يخاطب في اللاعب الأحمر ورافع إيده باللون الأحمر، وهذا ينبهناه في عدة محاضرات، نقول عمرك لا تنبه على اللاعب الأحمر بالإيد الزرقاء وانت معناها انت ماسك الإيد اللي فيها العلامة الزرقاء وتنبه على اللاعب الأحمر، لا، نفس العلامة على نفس اللاعب. إذا كانوا لاعب الأزرق أنك تنبه بالعلامة الزرقاء، إذا كان انت باش تنبه على اللاعب الأحمر تنبه على اللاعب بالعلامة الحمراء اللي في إيدك. ليش؟ لانك انت قريب والناس المتفرجين مش عارفين انت علاش تنبه عليه، ولكن انت ومش عارفين المين انت على مين تنبه، ولكن وقت اللي تستعمل العلامات متاعك المتفرج وحتى المدربين يفهموا انت تنبه على مين، مين من اللاعبين اللي انت تنبه عليهم. ولهذا
ضروري المسافة المناسبة بين الحكم والمصارعين. النهارده كمان النهارده اللي انت بتتكلم عليه والخاص بالتواصل مع اللاعبين خلال المباراه، النهارده الحكم كمال بيكلمكم عن الادوات اللي في ايد الحكم اللي بيستخدمها عشان يسيطر على المباراه. اول اداه من الادوات اللي مع الحكم عشان يسيطر على المباراه هي التواصل مع اللاعبين. تواصل مع اللاعبين باستخدام مصطلحات الاتحاد الدولي زي ما الحكم كمال قال، وان انا اشاور للعيبه باللي انا مصطلحات الاتحاد الدولي هستخدمها للسيطره على المباراه. لو نبص على الحكم في الصوره الاولى اللي على اليمين اللي جايبها الحاج كمال، الحكم الهندي كومار بيكلم اللاعب الاحمر، الجمهور كله اللي في الصاله شايف ان انت بتوجه تحذيرك او بتوجه تعليماتك للاعب الاحمر. من اساسيات ان انا اسيطر على المباراه ان انا عارف انا بوجه البتاع ريد اتنشن ريد، انا بوجه للاعب الاحمر، بوجه مصطلحات الاتحاد الدولي عشان يبقى عارف ان انا دي بدايه سيطرتي على المباراه، وان انا بدي له تحذير شفهي في المره الاولى اذا كان الخطا اللي هو عمله لا يستدعي ان انا اتدخل في قرارات اكبر، فهيبدا يخلي باله من ان الامر لا يتفاقم بعد كده. لو الحكم ترك الموضوع بدون تواصل مع اللاعبين وبدون ما يدي اتنشن يدي تحذير للاعب، الأداة اللي كانت في إيد الحكم عشان يسيطر على المباراة من بدايتها ما بقتش في إيده. فده مهم جدا استخدام أول أداة من أدوات السيطرة على المباراة وهي التواصل مع اللاعبين بشكل جيد. أختار في مكان كويس عشان أقدر أدخل في التوقيت المناسب، أدي التعليمات وأرجع تاني إذا الأمر لا يستدعي إن أنا أتدخل. بالضبط. نشوفه هون يعني كيف يتدخل الحكم. شفناه كيف تدخل الحكم، يعني شوف المكان اللي ماخذه الحكم، خلاه يتدخل وينبه على اللاعب. شوف هون باش ينبه على اللاعب الأحمر على مسك الأصابع. شوف هون نشوفوا الحكم استعمال الايد الحمراء عشان ينبه على اللاعب الاحمر. العلامة الحمراء هو اللي ينبه على اللاعب الاحمر، يعني واضح حتى للمتفرجين، حتى نشوفوا الجمهور اللي يتابع في المصارعة، يعني اول يظهر لي في اول المحاضرة تحكينا على يعني الجمهور الرهيب اللي تابع في المصارعة والشعبية امتاع المصارعة، ان المصارعة في العالم عندها شعبية كبيرة كبيرة جدا. ونشوفه قلنا معناها بعض احيان قاعات ترفع 10,000 و15,000 متفرج وما تلاقيش ولا مكان فاضي. الناس هذه كيش باش تفهم على مين نبه الحكم؟ بالاشارات الناس تعرف انه الحكم خلاص نبه على اللاعب الاحمر. ولهذا ضروري معناها شوفوا المكان بتاع الحكم تدخله ويرجع يعني ياخذ المكان اللي يسمح له انه يتابع المباراة ويتابع معناها اللاعبين، وياخذ المكان اللي يخليه يتابع التوقيت ويخليه يعني ينسق مع القاضي ومع رئيس البيسار. فاضل يا شريف اذا عندك مضيف. النهارده سامي جوليان الحكم الامريكي اللي واقف على البساطه من احسن الحكام، من احسن الحكام الموجوده، مكانه في على البساط هو اللي مخليه يقدر يسيطر على المباراه. زي ما احنا قلنا لو انتم فاكرين في المحاضره اللي فاتت احنا قلنا الحكم في الوضع النيوترال، الوضع المحايد، يكون واقف. المره اللي فاتت الحاج كمال شرح ان في مثلثين زي مثلثين موجودين، ما بيبقاش موجود في ظهر المصارعين، قدر يقف في مكان كويس، قدر يشوف مين اللاعب اللي بيعمل بلوك او اللاعب اللي بيعمل حاجه تعمل يعني تستفز الخصم الثاني. عشان يقدر يسيطر على المباراه من اولها لازم يستخدم مصطلحات الاتحاد الدولي زي ما قلنا. اول اداه في ايده ان هو تدخل، خد خطوه للامام وادى التعليمات باللون اللاعب الاحمر اللي هو شاور عليه الشمال وقال له اتنشن بلو، وبدا يرجع تاني ياخد المكان بتاعه. هو ده الاداه الاولى اللي المفروض الحكم يستخدمها للسيطره على المباراه. بالضبط. يعني نشوفه الان
الآن إدارة الوقت بشكل جيد. هذا تو كلام لسه من لحظات كنا نشرح فيه ايش قلنا الوضع متاع الحكم يخليه انه يختار وضع جيد، يخليه يراقب المباراة، يخليه يراقب التوقيت ومعاه عينيه على القاضي ورئيس البيساط اللي هما يعني يشتغلوا مجموعة كاملة مع بعض. ضروري انه الحكم يختار الموقع المناسب اللي يسمح له يعني باش يتابع كل يعني اللي على البساط، يعني القاضي رئيس البساط، التوقيت والمباراة بشكل جيد، معناها يراقبها بالوضع الصحيح متاعه. شفنا هون الحكم يتابع في التوقيت، مش نعاود نشوفوا الفيديو، يعني نخفض شوية في الصوت. نعاود نشوفوا الفيديو، شنو الحكم اللي عمل؟ شوفوا التوقيت، نشوف التوقيت هون 10 ثواني الحكم في الحالة هذه شاف التوقيت مازال في 10 ثواني. احنا بعض احيان نشوف حكام لما ما يكونش يعني عامل كونسنتريشن، يعني مركز على التوقيت ومركز على المباراة، بعض احيان يوقف المباراة وهي مازال فيها ثانية او ثانيتين، وهذا خطأ. الحكم شاف انه اللاعبة مسيطرة، اللاعبة اللي لابسة المايو الازرق مسيطرة على الخصم متاعها وفي وضع ارضي. في الحالة هذه شنو اللي عمل؟ شاف التوقيت يلقاه يعني مازال مدة المباراة 10 ثواني، ولهذا نبه على اللاعبة. شفنا كيفاش نبه على اللاعبة عشان تشتغل رغم 10 ثواني، ولكن امرها انها ادى الامر انها تشتغل. اثنين، ما وقفش المباراة، لانه لو صفر ووقف المباراة باش يبقى في المباراة ثانيتين او 3 ثواني، ولهذا حتى في المنظر متاع اللعبة يعني مش كويس انك توقف قبل 3 ثواني، اول ما تصفر انت يخلص الوقت. ولهذا ضروري انه لما يكون في 10 ثواني يعني تحاول انك تشجع على اللاعب في العشرة ثواني، ممكن يعمل شي خطفة، يمكن كذا يتحرك، ولكن ما يوقفش المباراة قبل 10 ثواني أو 9 ثواني. هنا حاجة كمان، موضوع إدارة الوقت بالشكل الجيد ده برضو، دي أداة أخرى من الأدوات اللي الحكم في إيده عشان يسيطر على المباراة. ان انا اختار التوقيت المناسب لكل شيء، ده معناه ان انا اختار التوقيت المناسب عشان ادي سلبية، او اختار التوقيت المناسب عشان ادي انذار. التوقيت مهم جدا، ليه؟ لان انا ما ينفعش اجي اطلب سلبية في نهاية المباراة، في اخر ثواني المباراة، او في اخر 15 ثانية او 10 ثواني وبطلب سلبية. اختيارات التوقيت، الحكم لازم يكون مدرك من بداية المباراة لاخر ثانية في المباراة، في كل وقت لازم يدرك هو في انهي وقت في المباراة، لان مش كل قرار ينفع يتاخد في كل وقت. في اوقات معينه ما اقدرش اخد فيها قرار بسلبيه او بانذار او احتسب او اوقف المباراه. حكايه ايقاف المباراه، لو الحكم عينه على السكور بورد وشايف لوحه النتائج، شايف التايم، شايف التوقيت، بيوقف المباراه مع نهايه الجونج، مع نهايه الجوله. يعني اول ما اشوف قدامي 0-0 لازم مباشرة الحكم يبقى واعي ان هو المباراة انتهت او مصفر وانهي المباراة، لان انا لو ما نهيتش المباراة كحكم الجونج في اول بعض الاوقات ما بيبقاش ليه صوت، واللعيبة بتكمل، قد ياخد حركة بعد التايم وتتسبب في ان انا عملت اشكالية وهي الحركة بعد التايم. لكن الحكم صاحي وعارف بالظبط التوقيت بتاع المباراة هيصفر في التوقيت المناسب ينهي المباراة.
كمان الموضوع الاخير اللي اتكلم عليه الحاج كمال، وزي ما شفنا في الفيديو كده، فاضل 6 ثواني او 7 ثواني. الافضل اذا كان في وضع ارضي انك تسيب الست ثواني او 7 ثواني في الوضع الارضي، اما اذا كان اكتر من كده ده تقدر تلغيه، تقدر توقف وتخلي لو فيها يعني مثلا 10 ثواني او 11 ثانيه تقدر تعمل توقف ونستأنف الصراع وقوفا. انما لما يكون في 3 ثواني او 4 ثواني زي ما قال الحاج كمال، بيبقى غلط جدا ان الحكم يصفر ويخلينا نطلع نلعب في ثانيتين. احنا نشوف بالله ايمن السيد هذا يظل يدخل يعني بالخطأ على ايمن السيد محمد الموقع اللي خاص بالمحافظة. ايمن السيد يعني محمد السابع. الافضل ايمن السيد ومحمد السابع يعملوا ساين اوت، يعني يخرجوا ويرجع يدخل من جديد على المحاضره. بالضبط. مش مشكلة، احنا نحاول نواصل. يعني زي ما قلنا معناها إيقاف المباراة عند التوقيت الصحيح وترك المصارعين يعني في الوضع الأرضي في الثواني الأخيرة من الجولة أو من المباراة. نشوف يعني نشوف الآن يعني إعادة اللاعبين مشي إلى دائرة الوسط. الصوت عالي شوية. سامحونا. أول شيء أعد بدء الصراع بين المصارعين في كل مرة من دائرة الوسط، وبش نشوفوا فيديوهات إنه بعض أحيان لاعبين طلعوا من الزون والحكم لما يرجع هما لسه ما وصلوش للسنتر وهو خلاص يعني يبدأ المباراة، وهذا خطأ. كل بداية متاع صراع يبدأ من وسط، يعني من الحلقة الوسطى اللي موجودة على البساط. الفصل بين المصارعين قبل إطلاق الصافرة شيء طبيعي، وقت اللي يدخلوا المصارعين الاثنين إنه الحكم يسلم على اللاعب الأول، يسلم على اللاعب الثاني، يشوف يعني القاضي يشوف على رئيس البساط، يديه الأمر بالبداية ويبدأ يعني المباراة. قم بإعطاء توجيهات بسيطة للاعب أثناء عودته ومشي إلى الدائرة الوسط. يعني شنو التوجيهات؟ يعني تكلم اللاعب مثلا في صورة ما هو ما يحبش، ما لا يرضى معناها بالكونتاكت، يحب يلعب من بعيد وكذا ويلمس لا نبعني، تقول له بليز كونتاكت. هذه حاجة. مثلا إذا كان هو عامل كثير بلوك تنبع عليه تقول له نو بلوك. فهمني؟ يعني تعطي توجيهات للاعب، تعطي توجيهات بالوقوف في السنتر مش من بعيد وكذا، ومن تعطي توجيهات معناها كيف اللاعب يبدأ متراخي في الرجوع، يبدأ يرجع معناها واحدة واحدة لا 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 بليز كويكلي ان سنتر، نزلوا للوسط. يعني هذه التوجيهات البسيطة اللي فهمني تديها للاعب أثناء عودته ومشي إلى دائرة الوسط. حاول التقليل من السلوكيات الغير الرياضية، يعني في صورة ما فيها عملية استفزاز بعض أحيان نشوفه لاعب مستفز ويحاول يستفز كذا، أنت تقلل مك السلوكيات هذيك وتنبع على اللاعب وتكون صارم على البساط. شوف والصرامة متاع الحكم تخلي اللاعبين يعملوا له ألف حساب. فهمني؟ وتدخلاته الصحيحة
وتنقيته الصحيح وتوقيت الصحيح اللي يرفع فيه الباسيفيتي يعني السلبية، أو التوقيت الصحيح اللي يدي فيه الإنذار، أو التوقيت الصحيح اللي يدي فيه الأكتيفيتي تايم. هذا الكل يخلي اللاعبين يعني تعرف انه الحكم مسيطر على المباراه، حكم واعي، حكم صاحب خبره، يعرف امتى يرفع السلبيه، امتى يرفع الانذار، امتى يتدخل، امتى يرجع وراه، امتى يتكلم مع المصارعين وينبههم ويعني ويعطي توجيهاته. فهمني؟ هذا الكل يعني يخلي الحكم يسيطر على المباراه ويخلي يعني المباراه تصير بشكل عادي جدا. موضوع اعاده اللاعبين مشان الى دائره الوسط ده، احنا في كل مره عارفين ان في كل مره اللعيبه بتخرج خارج منطقه الصراع، بتخرج في المنطقه الواقيه، الحكم بيصفر بخروجهم، لان الصراع ما ينفعش يكون خارج في المنطقه الواقيه، لازم يكون داخل الزون البرتقاني. اول ما اللعيبه بتخرج بره، الحكم بيأمر باعاده اللعيبه في التوقيت ده عشان تقدر تسيطر على المباراه في التوقيت اللي اللعيبه بترجع فيه، وبالذات لو كان في الثواني الاخيره من المباراه او في نهايه الجوله الاولى مثلا. اللعيبه بتبقى عندها يعني حافز كبير جدا انه عايز يرجع تاني للصراع، عايز يبدا يشتبك من جديد. في التوقيت اللي زي ده ممكن يبقى اللاعب داخل بشويه بعنف او شويه باجريسيف شويه، وانت دورك كحكم انك تستغل وقت التوقف اللي الحكم اللاعب بيرجع فيه من خارج الزون، وانت بتطلب منه ان هو يدخل لدائره الوسط او عشان يبدا الصراع مره جديده، ان الوضع يبقى اهدى، وان احنا هنبدا في اشتباك خاص بالمصارعه مش باي حاجه تانية، مش هنلعب بوكس او هنلعب العصبيه او الاستفزاز اللي هيطلع من اللعب. فالتوقيت ده بتستغل ان انت وانت بترجع اللعيبه قبل ما ابدا الصفاره، ابدا افصل ما بين اللعيبه عشان اللعيبه ما تبداش تلعب قبل ما انت تطلق الصفاره بتاعتك. وانت راجع اللعيبه راجعه من هناك، ابدا اديلهم تعليمات. لو لقيت لاعب متعصب ممكن تتوجه ليه مباشره، هاي بلو اتنشن، يعني انا بحذره ان انا متابع المباراه وان انا هكون حازم مع اي موقف انت هتتخذه. لازم تبدا، احنا بنلعب مصارعه، تنزل في وسط المباراه وتبدا تشتغل بالشكل ده. لازم الحكم يكون دوره ان هو يحاول يقلل من السلوكيات الغير رياضيه قدر المستطاع. فموضوع عودة اللعيبة لكل مرة انت ممكن في المباراة اكتر من مرة تصفر وترجع لعيبة تاني في دائرة الوسط، في كل مرة تقدر توجه لهم تعليمات وتقدر تحاول تسيطر عليهم. ما يبقاش اللعيبة بعيد عنك وهم راجعين، ما يبقاش انت في نص الزون وبتطلب من اللعيبة وهم على الزون تطلب منهم يرجعوا. لازم انت تروح مع تخرج مع اللعيبة زي ما خرجوا خارج البساط، انت كمان بتخرج وبيرجعوا معاك لجوه البساط، وانت برضو عينيك عليهم، ما تديش للعيبة ظهرك وتحاول تخش انت، لانك لو دخلت انت على البساط وسبت اللعيبة في ظهرك ممكن يحصل برضو قلنا مشكلة تانية، اللعيبة ممكن لاعب فيهم يضرب التاني والحكم ما شافش، برضو الحكم الوحيد هو اللي في الصالة كلها اللي ما شافش، وكل الجمهور المصارعه وكل الحكام وكل المدربين وكل حاجه شافوا الموقف اللي حصل ما عدا الحكم اللي واقف على البساط. فموضوع اعاده اللاعبين مشيا الى دائره الوسط ده موضوع مهم جدا، وانت لازم تستغله كاحد ادواتك عشان تقلل من السلوكيات الغير رياضيه وتحافظ على سيطرتك على المباراه. بالضبط. شفنا كيفاش الحكمة أول شيء كانت متابعة لللاعبين، ما كانتش بعيدة، يعني الوضع متاعها يخول لها إن تراقب المباراة وتراقب الخطفة. نشوفوا هون، شوفوا اللاعبين يعني يتحركوا ورايحين معناها الخارج الزون. شوف الوضع متاع الحكمة وين كان، يعني وضع ممتاز وقريبة يعني من نشوفه هون، يعني شوف الوقفة الحكمة يعني قريبة جدا من اللاعبين الاثنين، وهي كانت يعني في المنطقة الواقية
واللاعبين الاثنين في المنطقه الواقعيه نفس الشيء، يعني ما كانتش هي بعيده او هي داخل البساط واللاعبين خارج البساط، او هي يعني في مكان في الناحيه الثانيه واللاعبين يعني في ناحيه اخرى، لا كان الوضع متاعها جيد وممتاز ويعني وتراقب في المباراه. نشوفوا الان نواصلوا نشوفوا التدخل متاعها، خلاص وقفت المباراة تديت النقاط. الآن نشوفوا شنو اللي عملت الحكمة. أول شيء يعني فصلت بين اللاعبين، نشوفوا هون كيفاش فصلت بين اللاعبين، هذه حاجة تنبه على اللاعب لأنه اللاعب يحب يبدأ المباراة يحب يدخل مباشرة على الواحد، ولكن نشوفوا في الحالة هذه كيف هي يعني معناها نبهت على اللاعبين. ونشوفوا هون الحكمة في يعني شوف المسافة اللي بينها وبين اللاعبين، يعني ماخذة الوسط متاع اللاعبين باش ما يتشابكوش في بعض قبل الصفارة، مجهز الصفارة هون يعني نشوفوا هون كيفاش الصفارة متاعها يعني جاهزة إنها ماسكة الصفارة، بعد تفرقت اللاعبين عن بعضهم أخذت الصفارة في إيدها يعني جاهزة، وعينها على رئيس البساط فهمني عشان تبدأ المباراة ترجع المباراة. تفضل يا شريف. هي النهارده زي ما بتقول يا حاج، هي النهارده عشان تسيطر على المباراه وقت الرجوع قلنا بتاع اللعيبه دول، هي واقفه في نص المصارعين، واقفه ما بينهم الاثنين بحيث ان اللعيبه ما تشتبكش مره تانية الا باذن رئيس، باذن الحكم. الصفاره في ايديها ده مهم جدا، ما بيبقاش سايب الحكم الصفاره على صدره ويبدا عايز يخلي اللعيبه تشتبك ويبدا هو في يفتش على الصفاره او يدور على الصفاره فين هي. فمهم جدا زي ما بيقول الحاج كمال كده، الحكم في ايده صفارته، تدخل في وسط اللاعبين، منع اللعيبه من ان هم يتشابكوا مع بعض قبل صفاره المباراه، وادالهم تعليمات اثناء عودتهم لنص الوساط عشان يقدر يسيطر على المباراه. هنشوف ازاي في السلايدز الجايه او في باقي المحاضره ازاي الحكم يتعامل مع الاسلوب او اي تصرف غير لائق او السلوكيات غير الرياضيه من اللاعبين. بالضبط، السلوكيات الغير الرياضية نعرفوا اللي احنا السلوكيات هذه يعني في عملية استفزاز في كذا، ضروري انه الحكم قلنا الوضع متاعه هو اللي يخليه انه قريب من كل الحركات، قريب يعني من كل الاشياء اللي فيها سلوكيات غير رياضية، ان كانت استفزاز او لا قدر الله متاع اصابات اللي تخلف اصابات او تخلف معناها اضرار للخصم، الوضع نتاع الحكم هو اللي يسمح له انه يتدخل مباشره. مثلا نشوفوا الحركات هذه، فالحركه هذه خليني في نفس الوقت يعني نعطي التحليل الفني للحركه هذه. الحركه هذه ما يكفيش انها حركه غير رياضيه، بعض الاحيان حركه استفزازيه، ولكن خليني نوضح الوضع الفني متاع الحركة هذه، اللي هي نشوفوا احنا بعض احيان الحكام مثلا لاعب يحط ايده على وجه الخصم متاعه ونشوفوا الحكم مباشرة يطلب الانذار ويطلب النقاط. لا، نحب نوضح هذا الشيء، وهذه نتعرض لها انا في اغلب المحاضرات متاعي في كل البطولات معناها على مستوى العالم الكل، انه ونشرح للحكام كيفية التعامل مع الحركة هذه بالذات.
الحركة هذه في صورة ما إذا كان لاعب هما مفترقين عن بعض، يعني ما فيش كونتاكت، ما فيش يعني اشتباك، ولاعب وضع إيده على الوجه متاع الخصم متاعه، في الحالة هذه المرة الأولى تصفر وتنبأ عليه. في الحالة الثانية في صورة ما كرر تدي العقوبة اللي هي إنذار ونقطة أو إنذار ونقطتين. ولكن إذا كانت العملية هذه متاع الدفع على الوجه في أثناء الاشتباك، شوفوا الفرق بين أنه يكونوا غير مشتبكين زي الحالة هذه اللي نشوفوا احنا تو، ما فيش اشتباك هو، فهمتني؟ مازال ما اشتبكوش واللاعب استفز صاحبه وحط ايده على وجهه، الحالة هذه ستوب، نوقف وننبه على اللاعب. إذا كرر يستوجب العقوبة أنه الإنذار ونقطة أو إنذار ونقطتين. ولكن في صورة ما صارت العملية هذه السلوك هذا صار أثناء الاشتباك، يعني أنا شابك مع اللاعب وماخذ باش ناخذ يعني خطوة، واللاعب الثاني حط إيده على وجهي فهمني وصدني باش ما نكملش الخطوة متاعي، هذه ما فيهاش تنبيه، مباشرة نعطي العقوبة إنذار ونقطة أو إنذار ونقطتين. ولهذا ضروري إني ناخذ بالي في الوضع هذا، إذا كان ما فيش اشتباك راهو فيه تنبيه، وإذا أعاد وقتها تكون فيه العقوبة. أما إذا كان فيه اشتباك وأثناء خطفة واللاعب يحط إيده على الوجه يعني باش يعرق اللاعب ما يخليش يواصل الخطفة متاعه، فهذه تستوجب العقوبة مباشرة. والله هنا يا حاج في الأمور اللي زي دي، دور الحكم في ان هو يتعامل مع السلوكيات الغير رياضية دي، هو انت دورك اصلا كحكم رقم واحد انك ما تخليش المواقف تتفاقم، ما تخليش الامور تتصاعد، ما تسمحش للموقف بانه يتصاعد منك في وقت انت ما تعرفش تسيطر عليه بعد كده. يعني زي ما الحاج كمال قال كده من البداية خالص، زي ما الحكم حط ايد اللاعب حط ايده في وجه الخصم، مباشرة على الحكم ان هو يعمل توقف ويعمل تحذير للاعب ده. انت كده عملت ان انت منعت الموقف من التصعيد، لان انت لو سبت الوضع على هذا الاساس، سبت اللاعب الازرق خبط زميله في وجهه او حط ايده اصبعه في عينه او عمل، انت لازم كحكم تكون مخلي بالك من السلوكيات الاستفزازية اللي بيعملها بعض اللاعبين. بناء عليه اول ما انت شفت كحكم وقفت في التوقيت المناسب واديك توجيهك في التوقيت المناسب، اللاعب الاخر اللي حصل ضده للسلوك الاستفزازي عرف ان انت كحكم متابع كويس، شايف الامور بشكل كويس، فبالتالي هو بنفسه مش هياخد اي مواقف عدائيه، لان هو عارف ان الحكم متابع الموقف وهو اللي هيدي فيها قرارات. اما وعارف انه الحكم مسيطر على المباراه. صحيح، يعني مالي مكان ومسيطر وحكم صاحب قرار، يعني مباشر يتدخل انه على في صورة ما فيه استفزاز مباشرة يتدخل، هذا اللي يخلي اللاعب الثاني انه ما يردش الفعل. صحيح، اللاعب الثاني هيبدأ يهدأ اول ما تصرف الحكم تدخل ومنع الموقف، هتلاقي اللاعب بدأ يهدأ تماما. اما لو الحكم ما تدخلش التدخل اللي قال عليه الحاج كمال ده، هيبدا اللاعب التاني يحس ان في استفزاز من اللاعب ده، وانا محتاج انا كمان ارد، فممكن تلاقي تصرف عدائي من اللاعب الاخر، وفي الحاله دي هيبقى انت عندك تصرف استفزازي في البدايه، وممكن التصرف العدائي يكون اقوى، يكون لاعب ضرب خصمه او وجه له لكمه او، وفي الحاله دي انت هتضطر ساعتها تبدا تدي عقوبات، واللاعب الاساسي اللي عمل الاستفزاز انت ما عاقبتوش، وهتبدا تعاقب في اللاعب الاخر اللي عمل اللكمه او اللي عمل انت اللي سمحت كحكم ان الموضوع يتفاقم. فدورك عشان تسيطر على المباراه بشكل جيد ان انت تمنع المواقف من بدايتها من ان هي تتصعد. اتفضل يا حاج كمان. بالضبط. السلوكيات الغير رياضيه في بدايه المباراه واثناء المباراه وعند نهايه المباراه، باش نشوفوا في بداية المباراة معناها كيف تكون. Thank you.
شفنا أول ما بدأت المباراة 4 ثواني، شوفوا التوقيت هون، التوقيت باين، خلينا نعلم على التوقيت، نشوف التوقيت هون الحكم هنا ما استناش في أول ثانية من المباراة أظهر بالضبط، يعني قيطرته على المباراة. بالضبط أول 4 ثواني مباشرة تدخل الحكم، شفناه هون كيف ينبه على اللاعب الأحمر، وقبلها بشوية شفناه إنه كيف ينبه على اللاعب الأزرق، مش نشوفه هون كيف نبه على اللاعب الأزرق. الحكم يا حاج كمال بيعرف اللعيبه من اول ثواني المباراه ان انا موجود هنا، انا في من بدايه المباراه مش هسمح باي لعب غير نظيف، انا مش هسمح باي سلوك غير رياضي، احنا بنلعب مصارعه فقط، مفيش اي سلوك غير رياضي من البدايه. الاثنين لعيبه هيلتزموا بده وهيلاقي المباراه بعد كده ماشيه بسهوله معاه. بالضبط، شفنا اول ما دخل الحكم بدايه المناوشات مباشره وقف وسيطر على المباراه من الاول، لانه لو كان ساب اللاعبين الاثنين انه كل واحد يعني يعمل اللي في راسه، خلاص ما يمكنلوش انه يسيطر على المباراه. ونعرفوا اللي فيه مباريات هذايا نصف نهائي دور نصف نهائي، نشوفوا فيه هون يعني دور نصف نهائي، نعلم عليه فهمني انه دور نصف نهائي، ولهذا هون اللاعبين يعني على اعصابهم وكل واحد يحب يروح للدور النهائي، ولهذا ضروري انه الحكم ما تكون السيطره متاعه من الاول. ربما في الالعاب الاولمبيه دور النصف النهائي ده يحجز مباشره تذكره للاعب للالعاب الاولمبيه مباشره. بالضبط، اذا كان في بطوله العالم فهمتي هذا يحجز له مباشره في مكان الالعاب الاولمبيه. يعني الحكم ما انتظرش ومباشره نبه على اللاعب المباراه، باش نشوفوا احنا اثناء المباراه. حاج كمال مع بعد اذنك معلش، الصوت بتاع الفيديو بيبقى عالي شويه، فالصوت بتاع حضرتك ما بيوصلش. افضل ان احنا لحظه واحده شريف ونشوف الصوت كيف. ممكن حتى التعليق على الصوت، على التعليق على الفيديو يكون بعد الصوت، بعد الصوت ما ينتهي باذن الله. كويس، هذه قلنا باش نشوفه اثناء الخطف، اثناء المباراه، عفوا شوفوا اثناء المباراه كيف الحكم ينبه على اللاعبين اثناء المباراه. مش نعاود نشوفوا الفيديو، شوف اللاعب الاحمر كيف يستفز في اللاعب الازرق، راح له مباشره الحكم ونبه عليه قال له ما تتكلمش، ما ليكش الحق انك تتكلم. نشوفه في الحركه اللي كيف اللي عملها بالايد نتاعو اللاعب، شوفوا هون كيف ينادي على اللاعب يلا انهض وتعال لي، يعني هذه عمليه استفزازيه. شوف نشوفه هون، شفنا كيفاش ينادي على اللاعب وعمليه استفزازيه، ومباشره الحكم كان يراقب وكان يتابع امر ستوب، وراح نبه على اللاعب ومن غير يعني ما تتحدث ومن غير ما تتكلم. انت كلاعب تتحدث مصارعه، تتحدث فنيات، ما تتحدثش مع اللاعب عشان تستفز وكذا. اذا عندك شيء وريه على البساط ووري امكانياتك على البساط، ولكن الامكانيات مش في الكلام، الامكانيات في الفنيات، واكسب المباراه متاعك معناها بكل يعني جرأة، واكسب مباراتك يعني بفنياتك العالية، ولكن مش بالاستفزاز وبالكلام. حاج كمال هنا في حاجة مهمة جدا، الحكم النهاردة أول ما لقى اللاعب، أغلب اللعيبة وده بيقابلنا كتير جدا في المباريات، وقت ما اللعيبة تخرج خارج الزون لو فاضل ثواني في المباراة بتلاقي اللاعب اللي خسران عايز يشتبك. حتى اللاعب هنا النهاردة لما نادى على خصمه وقال له قوم، عايز يبدأ الصراع بوقت في وقت أسرع،
الحكم اول ما شاف التدخل ده وراح وقف الموضوع، لو بصيت على رد الفعل بتاع اللاعب هتلاقي اللاعب في البدايه هو عايز يبدا المباراه، لو كان الحكم استجاب ودخل اللعيب وصفر مباشره، مباشره كنت هتلاقي بروتاليتي او تصرف بوحشيه او تصرف بالضبط سلوك غير رياضي من اللاعب الاحمر. انما تدخل الحكم بالشكل ده، وان هو طلب منه ان هو ما يتكلمش، قال له ما تتكلمش، وراح كمان واقف قدامه وادى لنفسه ثانيتين ثلاثه انه يوجه له تنبيه بعدم التعامل باسلوب غير رياضي او بوحشيه او في بروتاليتي. وقف قدامه، لو لاحظت حاج كمال على الانطباع اللي بقى على اللاعب، هتلاقي اللاعب حط ايده في وسطه وبدا العصبيه اللي كانت عنده بدات تهدى خالص عشان يشتبك بشكل الحكم يقدر يسيطر بيه على المباراه. بالضبط بالضبط. وهذا الكلام اللي كنا نتحدث فيه يعني قبل شويه، انه تدخل الحكم والتنبيه بتاع الحكم على اللاعب، كيف تكون التنبيه على اللاعب بحيث يسيطر الحكم، هو اللي يسيطر على اللاعب ويسيطر على كل المباراة. لما يمسك الحكم يعني بقوة المباراة، كل اللاعبين تستجيب لقرارات الحكم. وزي ما قلت يا حاج كمال كده، موضوع عودة اللاعبين للبساط دي، في كل مرة اللعيبة ترجع لنص الزون عشان تبدأ الصراع مرة ثانية، حاول تدي لنفسك ثانيتين ثلاثة كحكم، ان انت لو لقيتهم في اللعيبه متعصبه او اللعيب عايز يبدا الصراع في ثانيه، ادي لنفسك وقت ثانيتين ثلاثه ان انت تقف ما بين اللعيبه، بلو اتنشن ريد اتنشن، وما تلعبوش غير على الصفاره، وتبدا سنتر وتبدا تصفر تبدا مباراتك تاني. الثانيتين ثلاثه دول هيهبطوا من رتم الاداء بتاع اللاعبين. بالضبط. نشوفه عند نهايه المباراه، نشوفه الحكم هون شفنا التدخل بتاع الحكم، المباراة انتهت بالتعادل 10-10، ولكن الفائز هو اللاعب الأزرق، واللاعب الأحمر يعني مقبلش الهزيمة، ولكن كل رياضة فيها إنسان يكسب وإنسان يخسر، وفي الحالة هذه يعني الحكم يكون كما قلنا متمكن من الدور متاعه وقوي على البساط ويعرف كيف يتحكم في المباراة، يعني ما يخليش الأمور تخرج من يديه، وما يخليش المباراة يعني فهمني تخرج عن السيطرة. صفر الحكم، التوقيت انتهى، ولكن اللي بدأ الاستفزاز هو اللاعب الأزرق، والمفروض إنه ينبه على اللاعب الأزرق أولا، فهمني اللاعب الأحمر خرج ما يمكنلوش أنه يخرج إلا بعد الإعلان عن النتيجة، ولكن هون التنبيه على اللاعب الأزرق ضروري أنه الحكم ينبه على اللاعب الأزرق، شوف المرة الثانية فهمني ينبه عليه فهمني. ولكن الكويس هنا حاجه ان الحكم تدخل في وسط اللعيبه وبايده قدر يمنع اللعيبه من الاشتباك مع بعض، لان احنا يعني كتير جدا في المباريات في نهايه المباراه وبالذات مع اخر ثانيه في المباراه ومع اعلان النتيجه واللاعب عرف ان هو خسران او كسبان، بنلاقي اللعيب الخسران في اوقات كتير جدا بيبدا يعمل حاجات، او اللعيب الفائز كمان ممكن يعمل تصرف استفزازي يستفز بيه اللاعب الخسران ويخلي الامر يتفاقم. الحكم هنا تدخله مهم، وان هو يخش ويمنع ويوقف ان اللعيبه تشتبك مع بعض، لان احنا شفنا حضرتك فاكر في احد بطولات العالم مباراه كانت الاثنين لعيبه يعني كانت ماشيه كويس لغايه نهايه المباراه، وبعد ما المباراه انتهت وهما بيسلموا على بعض حصل الاشتباك بينهم وضربوا بعض، وفي الاخر اضطر طاقم التحكيم ان هو يشطب الاثنين لاعبين، وكانت في مباراه نصف نهائي كمان، والاثنين لعيبه تم شطبهم من البطوله بسبب بعد انتهاء المباراه حصل منهم كده. اغلب اللعيبه اللي هم فنياتهم عاليه جدا تلاقيهم يعني الادب بتاعهم بيخدم، حتى لو خسر بيستقبل الهزيمه بشكل كويس، انما في لعيبه ثانيه ما بتستقبلش الهزيمه وبيضطر ان هو يدعي على البساط حاجات تانية او يضرب الخصم او حاجات كده.
انا علاش قلت في الاول ضروري انه الحكم ينبه على اللاعب المستفز اللي بدا بالاستفزاز هو اللاعب الازرق. في الحاله هذه لو الحكم، ما احنا باش نشوفوا الحكم شنو اللي يعمل في الحاله هذه، انتهى التوقيت صفر خلاص، نشوفوا من باش يبدا بالاستفزاز. شوف اللاعب الازرق هو اللي دفع اللاعب، في الحاله هذه يكون التنبيه على اللاعب الازرق يعني تنبيه صارم، تنبيه قوي، يعني هو ساب اللاعب المستفز وراح يرجع في اللاعب الثاني. لا، انا ننبه على اللاعب، نصفر النادي للاعب، ما نروحش عنده، يعني ماكش ولي امره انت باش تروح له كذا ومن، لا انا نصفر وننادي له، انت صاحب قرار وانت انسان معناها تكون يعني قال الراجل موقفك لازمك تكون جديد على البساط، تصفر تنادي له فهمني، يجي للسنتر واللاعب الازرق المستفز تنبه عليه يعني بشده، يعني مش كيف ما شفنا هون نبه على، لا التنبيه لابد انه يكون صارم في التنبيه، يكون جديد في التنبيه بتاعه، هذا اللي يخلي اللاعبين انها تحترم. الان التعامل مع السلوكيات الغير الرياضيه باش نشوفوا لهنا. شفنا الفيديو هذا، علاش ما رضيتش نتكلم قبل الفيديو؟ حاب نشوفوا الفيديو، وقلنا اختار احد الخيارات الثلاثة، يا اما تحضير شفاهي في اللقطة هذه، يا اما انذار ونقطة او انذار ونقطتين، او الاستبعاد والطرد. ما هو خيارك في هذه الحالة؟ نعاود نشوفوه الفيديو. شنو هو الخيار اللي تشوفوه في الفيديو؟ حسب رايك شنو هو الاختيار اللي اختاروه الحكام ولا المتابعين يا شريف؟ انا شايف حاجة، هم الناس كلها النهاردة اعتقد ان هي فاهمة الوضع اللي حصل، الحكم اللي كمان اللي واقف على البساط من احسن الحكام الموجودين على مستوى العالم من رومانيا، وحصل العام الماضي في بطولة العالم على السفارة الذهبية، وحكمنا العربي هادي حسن هو القاضي بتاع المباراة، ورفع على طول. لو تبص على هادي حسن كمان هتلاقيه اول ما حصل البتاع حمع الرد فعله، ضرب بايده على ان في سلوك غير رياضي تم، وبناء عليه مباشرة رفع الانذار. اللي انا عايز اقوله هنا حاج كمال في الفيديو ده، لو انت تلاحظ ان اللاعب الاحمر من البدايه هو اللي عمل الاستفزاز، هو اللي بدا الاستفزاز صحيح، ولكن انا باش الحكم كان واقف في مكان، الحكم كان واقف في مكان ما سمحلوش انه يشوف الاستفزاز الاول بالضبط، ولكن اللاعب الثاني، مش معنى ان اللاعب استفزه ان هو يخرج عن السلوك الرياضي، هو فعلا عمل، اللاعب الازرق ضرب واضح خالص، هو ده الضرب اللي الحكم شافه واللي كل اللي في الصاله شافوه، فكان لازم يكون في عقوبه للتدخل ده، وهي بعقوبه الانذار. الوضع يعني البروتاليتي ما وصلناش لدرجه ان احنا نعمل ديسكواليفيكيشن او نستبعد اللاعب خالص، ولكن انا اللي عايز ااكد عليه ان لو الحكم كان شاف الاسلوب الاستفزازي من بدايته وعمل ستوب وراح على اللاعب الاحمر واداله انتنشن، ما كانش الخطا الثاني يصير. صحيح بالضبط، وهو باش نشوفوا احنا الوضع نتاع الحكم اللي ما باش نشوفوا ونعلموا على في العملية هذه، هون ابداء الاستفزاز متاع اللاعب الاحمر. خلينا نشوف
بالضبط. سامحونا. في بعض الحكام بيشتكي من ان الفيديو شويه بيقطع، اعتقد من الانترنت. في كمان مصطفى محمود عبد العزيز بيقول ان الزوم شويه بيخلي الفيديو شويه بيقطع. اعتقد اللي عنده انترنت يعني قوي شويه هتلاقي الفيديو شغال معاه بشكل كويس. كويس بالضبط. يعني احنا شفنا، المهم انا حبيت مبين هون العملية الاستفزازية متاع اللاعب. شفنا كيفاش يعني بكتفه اللاعب الاحمر استفز اللاعب الازرق بكتفه. الوضع متاع الحكم اللي كان موجود هون ما خلاش يشوف اللاعب الاحمر والعملية الاستفزازية للاعب، فهمني؟ ولكن بعدين هو شاف الا يعني الخطأ. الخطأ متاع اللاعب الازرق. وفي الحاله هذه يعني هاي شفناها مره ثانيه، انه فهمني. والمره الثانيه رده الفعل هو الحكم شاف الا رده الفعل متاع اللاعب الازرق. وفي الحاله هذه لو كان هو زي ما حكيت انت يا شريف، لو كان من الاول نبه على الاحمر ما كانتش تصير العمليه الحركه الثانيه. ولهذا لما معناها ما دام شاف الا الحركه الثانيه، انا ما نعملش تحذير شفاهي، مباشره ندي الانذار والنقطتين عشان ما نخليش الوضع يتفاقم وما نخليش تتعاد. لانك لو بتدي في الحاله هذه انذار شفاهي خلاص يعني باش تتعاد تتكرر. ولكن اذا كان مباشره انت تكون يعني معناها اتجاه صارم في الموضوع هذا، الكل يرجع للوضع العادي والكل يرضى يصارع ويبعد عن الاستفزازات كذا. اما لو في الحالات هذه وتنبه شفاهيا خلاص ما يسمعوكش اللاعبين وممكن يعاودوا نفس الخطأ. وده برضو يا حاج يعلم شوية لعيبتنا العرب او المدربين بتوعنا، ان اللاعب وقت ما يعرض للاستفزاز ما يقومش هو بتصرف بالضبط يعمل برد هو الفعل. بروتاليتي او يعمل هو بروتاليتي او يعمل موقف رد فعل، يكون هو ده الموقف الظاهر وهو ده اللي يستدعي مباشرة ان انا ادي عليه عقوبة الانذار. وشفنا احنا هنا اللي بدا الاستفزاز هو اللاعب الاحمر، ولكن الحكم ما شافش اللاعب الاحمر ولكن شاف اللاعب الازرق لما يعني عمل ردة فعل. وهذاك علاش احنا ننبه على اللاعبين بتاعنا يعني في المباريات. ممكن انت لو استفزك لاعب ما شافوش الحكم كيف استفزك، ولكن يشوف ردة الفعل بتاعك انت وانت اللي تتعاقب. يعني هذا المشكل اللي موجود. يبقى هنا يا حاج التعامل مع السلوكيات غير الرياضية بيكون قرار بتاعك، قانون بيدينا خيارات ثلاثة، يا إما الخيار الأول إن أنت توقف وتعمل فقط تحذير شفوي، تعمل فيربال وورنينج لو هو الخطأ بسيط، أو الاختيار الثاني إنك توقف وتدي إنذار مباشر، إنذار ونقطة أو إنذار ونقطتين حسب نوع المصارعة. مصارعة. والحالة الثالثة إذا كان أنت شايف إن الخروج على الروح الرياضية أو السلوكيات الغير رياضية أو البروتاليتي كان فز، يعني كان فج خالص، ولقيت اللاعب خرج بأمر يستدعي إن هو تستبعده مباشرة من المباراة أو تطرده خارج المباراة نهائيا، ده برضو خيار من الخيارات الثلاثة. فلازم الحكم يكون عارف إيه هي إزاي بتعامل مع السلوكيات الغير رياضية، إيه هي الخيارات اللي قدامي، وإزاي أختار الاختيار المناسب. التحذير الشفوي هو الأنسب، ولا الإنذار والنقاط هو الأنسب، أو الاستبعاد من المباراة هو الأنسب. بالضبط. الآن باش نشوفوا التعامل مع المدربين. أول شيء أنا أرى العمل بين المدربين والحكام عمل متكامل. مثلا هل يمكن أن فيه مصارعة من غير مدربين؟
لا يمكن، المدرب عنصر اساسي في اللعبه، المدرب هو اللي بيش يكون اللاعبين، المدرب هو اللي بيش يخلق لك ابطال، المدرب هو اللي يعني متحمل عبء كبير ياسر، مش تدريب بس احنا نعرفه. فمعناها انا دربت لمده 26 عام وانا على البساط، نعرف وضع المدرب، المدرب هو المعد البدني، المدرب هو المعد الفني اللي يعني يعني هو اللي يحضر اللاعبين. سامحوني يعني باش تقطع علي الكهرباء، وانا ظنيت اني خذ الكلمة يا شريف. تمام. هو بالنسبه للسلوكيات غير الرياضيه من المدربين، زي ما بيقول الحاج كمال، علاقه الحكم والمدرب دي علاقه ضروريه جدا، يعني مهم جدا ان الحكم واللاعبين، الحكم والمدرب يكون بينهم علاقه كويسه. ليه؟ لان احنا اساسا احنا بنشتغل في عمل تكاملي، يعني ما فيش زي ما قال الحاج كمال كده، ما فيش مصارعه بدون مدربين، وما فيش مصارعه بدون حكام. احنا كلنا مفروض الحكام والمدربين عندهم اهداف واحده، ان احنا كلنا عايزين ننهض برياضتنا ونخلي لعبتنا لعبه جميله والناس كلها بتحبها، ونخلي شكل لعبتنا كويس. صحيح ان المدرب زي ما قال الحاج كمال عنده بعض الضغوطات، وانه عنده اهداف اخرى، انه عايز لعيبه يكسب وعايز، ولكن علاقته مع الحكم علاقة مهمة جدا، وعلاقة الحكم مع المدربين علاقة مهمة جدا. اوقات كتير جدا انا بشوف بعض الحكام بيروح ناحيه المدرب عشان يرفع له كارت اصفر مثلا، وبيرفع له الكارت الاصفر وهو عابس وشه ومكشر، وبيوجه الانذار للمدرب بشكل مستفز او بشكل قوي، وفي حكم اخر بيروح ناحيه المدرب وبيرفع الانذار وهو مبتسم، يعني رفع له الكارت الاصفر للمدرب، وبرضه علاقه الود والاحترام لسه موجوده، حتى لو المدرب حصل منه ان هو للعصبيه او ان هو نفسه ان اللاعب بتاعه يفوز اخطا او عمل اي تصرف غير لائق، الحكم بهدوء جدا يقدر يتوجه للمدرب ويرفع له الكارت الاصفر. فانت السلوكيات الغير رياضيه مع المدربين هي ده الاداه اللي في ايدك، اللي هي الكارت الاصفر او الكارت الاحمر معاهم. ولكن زي ما قال الحاج كمال، علاقة الحكم والمدرب مهمة جدا، لأن احنا كلنا عندنا هدف واحد واحتياج واحد. لازم الحكم يسيطر على الركنين بتوع البساط، ما يبقاش الحكم موجه كل اهتمامه انه يشوف اللعيبة، يشوف لوحة النتائج، ويشوف رئيس البساط، ويشوف ويسيب الاثنين مدربين. ربما المدرب بيعمل تصرف غير لائق، المدرب واقف، المدرب لبسه غير سليم، المدرب بيتلفظ بألفاظ غير لائقة. كل الحاجات دي لازم الحكم برضو يتابع وياخد باله منها عشان يقدر يضبط كل السلوكيات الغير رياضية. انت ممكن تلاقي المدرب بيوصل اللاعب ان اللاعب يعمل سلوك غير رياضي، لازم تكون مراقب وبتسيطر على الركن الاحمر والازرق. ده اللي مطلوب من الحكام عشان يسيطر على المباراة وعلى المدربين. هي السيطرة تبدأ من الاول، اول شيء انت قبل ما تصفر الصفرة الاولى بتاع بداية المباراة، انت تكون راقبت الوضع متاع المدربين، يعني ما يكونش المدرب جايب معاه مية وحطتها على البساط، هذا واحد. يعني ما يكونش جايب معاه الفوطة اللي بعدين بشي يمسح بها للاعب وحطتها على البساط، هذا الكل. هذه تبدأ السيطرة متاع الحكم على الركنين متاع المدربين، تبدأ بالطريقة هذه. هذه أول حاجة. اثنين، إنه ضروري انه المدرب اللاعب استغفر الله العظيم، الحكم قبل ما يبدا المباراه لابد انه تكون عنده سيطره كامله على البساط، من المدربين، من اللاعبين، ومراقبته للتوقيت، ومراقبته للقاضي ورئيس البساط. ولهذا ما فيش عملية عدائية بين الحكم وبين المدرب، قلنا المدرب هو الأب، المدرب هو المحضر، المعد البدني، قلنا المدرب هو معناها المعد الفني اللي حضر الفريق، اللي يسهر على الفريق، تهمه النتائج، تهمه معناها انه التعب اللي تعبه، يحبه يشوفه نتائج على البساط. يعني
ولكن بعض الأحيان في مدربين تفقد السيطرة متاعها، في مدربين معناها عندهم أشياء معناها غير معقولة اللي هي يفقد السيطرة على نفسه، وبعض أحيان في مدرب ما عندوش علاقة بالقوانين وبكل صدق، وهذا شفناه ويخسر حتى اللاعب متاعه بعملية الشالنج. أنا صرت حافظهم معناها كل المدربين اللي في العالم، نقول لك معناها الحكم هذا خلاص الآن باش يرمي شالنج وباش يخسر اللاعب متاعه، يعني يكون معناها يحب يغطي على الضعف متاعه بقلة معرفته بالقوانين، يخسر اللاعب متاعه مباشرة يرمي شالنج، يزيد يخسر اللاعب في نقطة اللي ممكن كان خلاه يواصل، ممكن يكسب المباراة وممكن ياخذ المباراة وكذا. هذه الأخطاء متاع المدربين، وبكل صدق احنا مستعدين ان نعمل محاضرات للمدربين ان شاء الله، معناها ربي يرفع علينا هالوباء هذايا متاع الكورونا وكذا، والاتحادات لازمها تعرف اللي احنا رانا مستعدين نتواصل مع الاتحادات، وحتى يعني بالفيديو او على عين المكان، او معناها تكون معسكرات خاصة بالمدربين لشرح القوانين، ونطلب من الحكام الممتازين، الحكام الأولمبيين والحكام معناها أصحاب الخبرة، إنهم ينفعوا بخبرتهم كل المدربين الوطنيين ومدربين الفرق. هذه حاجة، وديما نقول ما فماش عداء بين الحكم، الحكم عنده شغل، الحكم كيف يخطئ عنده ناس باش يتعاقبوا، مثل أنت كمدرب ما عملتش نتائج عندك اتحاد باش يعاقبك، نفس الشيء هو الحكم لو كان المستوى متاعه ضعيف، أو يعني كان معناها مستواه ضعيف في مباراة من مباريات يتعاقب، نفس الشيء مثل ما أنت تخمم على النتائج هو يخمم على نفس النتيجة كيف كنت، إنه كيف يطلع من المباراة المسؤولين متاعه بتشكره يقولوا له واصل وكذا، وهو قال الرجل عنده معناها يخمم في عدة أشياء أخرى، حكم يحب يشارك في أولمبيادات، حكم يحب يشارك في بطولة عالم، حكم كذا، يعني فهمتني، ضروري أنه هو يشتغل شغله وأنت تحترمه، وهو وأنت تشتغل شغلك وهو يحترمك، في معناها الكل معناها بنضي نشتغلوا بنضباط ونشتغلوا بكامل الاحترام المتبادل. والله حق كمال، انا بس احب برضو اشكر، احنا النهارده حاضر معانا عدد كبير من المدربين من كل الدول العربيه، يعني في مثلا رمز المرافي من الاردن موجود، عبد البربري من مصر موجود، مصطفى بالمفرد من المغرب موجود، وصال ارطام، محمد علي بوزيان من تونس موجود، محمد علي متولي. انا المدربين مبسوط جدا ان هم بيشوفوا معانا الكلام ده، بيشوفوا علاقات الود ما بين المدربين والحكام، حتى لو تلاحظ كل المدربين والحكام خارج البساط في بينهم علاقات ود واحترام وحب يعني حاجات متبادله، دي حاجه كويسه جدا، وبتاثر كمان على المباريات، لان زي ما بنقول كده احنا كلنا هدفنا واحد جوه البساط، المدرب بيقوم بعمله والحكم بيقوم بعمله عشان يمروا بالمباراة وعشان تكون شكلنا كويس. فأنا بشكر المدربين من كل الدول العربية اللي موجودين معنا النهارده. مشكورين يا سيدي، نشكرهم ويعطيهم ألف صحة على نشوفوا هون عملية متاع تشاور. كيف تصير عملية التشاور؟ في صورة ما صارت حركة والحكم ادى مثلا نقاط والقاضي ادى نقاط، ولكن في الحالة هذه رئيس البساط غير راضي على يعني التقييم متاع الحركة، سواء من طرف القاضي أو من طرف الحكم، ويعمل عملية التشاور اللي هي الكونسلتيشن، وينادي للقاضي، وشفنا القاضي كيف تحرك من المكان متاعه مش موجود في المكان متاعه، ونادالهم وينادي للحكم، وتصير عملية التشاور ووضحوا التقييم متاع الحركة، شنو الحركة اللي صارت وراءوا التقييم متاعها يصير كذا كذا كذا. الحالة هذه بعد الكونسلتيشن ممكن للمدرب إذا ما اقتنعش
يعني بالتقييم بتاع الحكام يطلب الشالنج. وبش نعاود نذكر المدربين، أراه أكبر أخطاء تقوم به، معناها الخطأ الكبير اللي تقوم به، أول حاجة ما ترمي الشالنج إلا ما تكون أنك متأكد 100% اللي الحركة لصالح اللاعب بتاعك. هذه نصيحة مني أنا لكل المدربين، ما ترمي الشالنج إلا ما تكون متيقن 100% أن الحركة لصاحب اللاعب لصالح اللاعب بتاعك. هذه واحد. اثنين، انك لو كان صارت عمليه نتاع كونسلتيشن وانت ما رضيتش بالتقييم اللي عملوه الحكام، راهو يمكن لك انك ترمي الشالنج ويشوفوا لك الفيديو ويديوك يعني، والمندوب نتاع البطوله يديك النقاط الصحيحه اللي يستحقها اللاعب اللي في صالحك او ضدك، واذا كان ضدك بالطبع مش تخسر نقطه. شفنا لهنا Repetimos, en el hotel sede, hotel Conquistador Armada, en el salón La Pérgola, a las 3 de la tarde, el sorteo respectivo. Gracias. Colchón A, de rojo, representando a Panamá, Max Antonio Madrid. De azul, del Perú, Andrés Eduardo Caballero. هنا حق جمال عمليه التشاور دي او عمليه الكونسلتيشن دي هي احد ادوات رئيس البساط عشان يعني يسيطر على المباراه. احنا قلنا ادوات، عندنا ادوات للحكام عشان يسيطر على المباراه، يستخدم مصطلحات الاتحاد الدولي، وقت اللعيبه ما بترجع للبساط تقدر تتواصل معاهم او توجه لهم اي تعليمات. فدي عمليه التشاور الكونسلتيشن دي برضو احد الادوات اللي في ايد طاقم البساط ان هو يسيطر بيها على المباراه. يستخدمها امتى ويستخدمها ازاي الاداة دي، وقت استخدامها يستخدمها امتى، الحكم يقدر يستخدمها اذا كان في خطأ جسيم رئيس البساط شاف ان في خطأ من طاقم التحكيم من القاضي ورئيس البساط يقدر يتوقف عندها، واذا لقى كمان ان القرار اللي اتاخد او القرار اللي موجود ده هيأثر على نتيجة المباراة اذا كانت في الثواني الاخيرة او في حركة، الحركة دي قد تفصل اللاعب الاحمر هو اللي يكسب او اللاعب الازرق. فده وقت مناسب ان انا استخدم الكونسلتيشن عشان اقدر اخد القرار السليم. ازاي بقى استخدمها؟ احنا قلنا استخدمها امتى؟ ازاي استخدمها؟ لازم يكون الكونسلتيشن ده بسرعة، يعني ما يتمش، ما ناخدش وقت طويل جدا عشان نتشاور مع بعض في الموضوع، بياخد ثواني بسيطة، ويكون اكتر الكلام او معظم الكلام لرئيس البساط بيحاول يشرح وجهة نظره اللي هو شافها اللي بناء عليها هو ادى الكونسلتيشن. والحكم والقاضي مفترض ان هما كلامهم بيكون قليل على مجرد الرد على التوجيه اللي قاله رئيس البساط او اللي شايفه رئيس البساط. ولازم اول ما بننتهي من الكونسلتيشن، لازم اول ما بيدخلوا على البساط بيعلن الحكم ورئيس البساط، لازم يعلنوا قرارهم اللي خدوه في التشاور قبل ما نبدا تاني نستأنف المباراه. فعمليه التشاور دي مهمه جدا واحد الادوات اللي في ايد طاقم البساط عشان يسيطر على المباراه. اول شيء ما انا زي ما حكيت، رئيس البساط في عمليه الكونسلتيشن ما يلزمهاش تدوم يعني 5 ثواني 6 ثواني 7 ثواني بالكثير، يعني يطلب رأي القاضي، يطلب رأي الحكم، فهمني، يشرح لهم هو وجهة نظره ومباشرة يدي النقاط اللي يتفقوا عليها. هذا معذرة يا حاج كمال، معلش ممكن تدوس تاب بحيث تظهر الكتابة اللي موجودة بحيث ان بعض الناس تقدر تاخد سكرين شوت منها. اوكي هي أداة من أدوات رئيس البساط وقت استخدامها في حال على عملية التشاور اللي هي الكونسلتيشن.
في حالة حدوث خطأ من طاقم التحكيم، في حالة إذا ما كان القرار سيؤثر على نتيجة المباراة، كيفية استخدامها بسرعة زي ما كنت نحكي الآن، قلت بسرعة ما يلزمش تاخذ أكثر من 6-7 ثواني، يعني ما نبقاش 30 ثانية موقفين المباراة وإحنا بنحكي الخطفة بنقطتين أو بأربعة أو بكذا، هذا وجهة نظري، هذا وجهة نظري، هذا كذا، ومباشرة نرجع. ويكون معظم الحديث لرئيس البساط، يتم إعلان النتيجة من قبل الحكم ورئيس البساط قبل إعادة استئناف المباراة. وشفنا هون علاش علمتها هون كيف أول مرجع الحكم مباشرة أرفع النقاط اللي اتفقوا عليها بالنسبة للخطف. نمر ويظهر لي التوقيت، يعني أخذنا شوية نشوفوا لهنا بالنسبة للسلامة متاع اللاعبين، ثلاث حالات اللي هي حركة القفل الأمامي والذراع والرقبة اللي هي الدوبل نيلسون، أو يعني بالفرنسي ما يعبر عنه الدوبل كلي، فهمني، واللي هي ممنوعة، فهمني. نشوفوا لهنا الحالة هذه، نشوفوا المسكات متاع الرجلين وكيف يعني المسكة لهنا مسكة خاطئة وتسبب معناها خطر على سلامة اللاعب. نشوفوا نفس الشيء هون كيفاش العملية متاع الرجل يعني ضد المفصل واللي هي خطر على اللاعبين. وبش نعاود شفنا هون شنو اللي عملت الحكم. أول شيء أول ما شافت إنه الحركة أصبح ما وقفتش المرة الأولى المباراة، ولكن أول ما شافت إن الحركة أصبحت فيها خطر على سلامة اللاعب مباشرة دخلت قوه، والوضع متاعها هو اللي يسمح لها انها تشوف العملية اللي فيها الخطر. لو كان الوضع متاعها ماخذ وضع خاطئ ما يمكن لهاش انها تشوف الوضع الخطر هذية والعملية اللي فيها يعني مشكل على سلامة اللاعبين، ولهذا وضعها خلاها انها تشوف ومباشرة يعني الدخل. مباشرة دخلت ووقفت المباراة. نشوفوا هون المسكات متاع الذراعين، شوفوا هذه نفس الشيء مسك متاع الذراع وضد المفصل وهون يعني يسبب مشكل للاعب. نشوفوا هون نفس الشيء يعني كيفاش اللاعب، سامحوني، نشوفوا نفس الشيء اللاعب كيفاش مسك الذراع ومسك الذراع بالخطأ وممكن يتسبب في إشكال للاعب، فهمني، ولهذا لهنا ضروري يتدخل الحكم ويوقف المباراة في الوضع هذا أو في الوضع هذا، وهذا لابد من المحافظة، وإحنا من دور الحكام أنها تحافظ على سلامة اللاعبين. ويظهر لي يلزمنا نسرع شوية لأنه باش نشوفه لهنا. أعتقد ده آخر سلايد، آخر سلايد حقه حيبقى بعد كده ما هو عنا الأسئلة. تمام، ما قدرش ناخذ. نشوفوا لهنا الحكم كيفاش يراقب، شفنا اللاعب كيفاش خذاء الإيد ويعني باش يكون فيه خطر على سلامة اللاعب. في الحالة هذه تدخل الحكم مباشرة ووقف المباراة. نعود نشوف مرة ثانية الوضع متاع الحكم هو اللي يسمح له باش يشوف يعني المسكة المخالفة، المخالفة اللي فيها ريسك. لو كان وضعه مش كويس الحكم ما يمكنلوش انه يشوف الحركه متاع اللاعب او الخطفه اللي هي غير سليمه متاع اللاعب. هون باش نروحوا على الاسئله، يحضروا اسئلتهم اللاعبين واحنا نعمل مراجعه سريعه على المحاضره كلها. للمحاضره كلها
التعامل مع السلوكيات غير الرياضية في أي وقت من المباراة، اختيار الحكم للمكان المناسب. احنا كل يعني محاضراتنا نحكي فيها على اختيار الحكم للمكان والوضع المناسب اللي هو يخليه يعني يتحكم في المباراة. التواصل الجيد مع اللاعبين وأعطاء التعليمات، وشفناها الكلام هذا. الانتباه للسلوكيات الاستفزازية وأخذ بعين الاعتبار. تدابير بسيطة يمكن أن تساعد في الحد من السلوكيات الغير رياضية. المسافة المناسبة بين الحكم والمصارعين. توجيه التعليمات عند إعادة اللاعبين مشا إلى دائرة الوسط. معرفة الوقت المتبقي على لوحة النتائج. التعرف على المواقف الخطرة على سلامة اللاعبين والحيلولة دون وقوع إصابات. وهذا معناها الخلاصة متاع المحاضرة متاع اليوم اللي شفناها، وهذا الكلام الكل معناها حكينا فيه وشرحناه، وإن شاء الله تكون الناس كلها فهمت والناس كلها يعني استفادت من المحاضرة هذه. وإن شاء الله يا ربي على أن نتقابل في محاضرات قادمة إن شاء الله باش نشوفوا الأسئلة. يا شريف شوف لنا في سؤال هنا من محمد عواد بيقول: هل يمكن التدخل من قبل الحكم حال وجود مسكة مخالفة باللمس لأحد اللاعبين لفك المسكة المخالفة، أم يتم الاكتفاء بالإشارة فقط؟ يعني الحكم يقدر يتدخل عشان يوقف بإيده الحركة، ولا مجرد أنه هو يشاور بس عليها للمخالفة؟ شوف بالنسبة أنواع المخالفات، المسكة متاع المايو مخالفة ممكن تشير وتخلي المباراة تتواصل. الرفع في الروماني لاعب يعني عامل شنكلة ولا رافع الرجل متاعه من الخلف ومعارقة للاعب، هذه ممكن تشير لها وما توقفش المباراة. ولكن احنا نحكي على التوقيف المتدخل السريع وتوقيف المباراة في الأشياء اللي فيها خطر على سلامة اللاعبين. في سؤال تاني من إبراهيم فرج من مصر بيقول: في الوضع الخطر وفي آخر 10 ثواني قام اللاعب المعتلي بسلوك غير رياضي، الحكم يتصرف إزاي في الوضع ده عشان الوقت بيبقى قليل؟ هل ياخد قرار مباشرة ويوقف الوضع الخطر، ولا ينتظر موافقات رئيس البساط؟ عاود لي السؤال. في وضع خطر وفضل 10 ثواني واللاعب المعتلي عمل سلوك غير رياضي، تمام، اللاعب المعتلي اللي هو ماسك الكتف، هل الحكم مباشرة يقدر يوقف المباراة لوحده في الثواني في فضل 10 ثواني على نهاية المباراة، ولا لازم ينتظر؟ لا يمكن توقيف المباراة أثناء وضع الخطأ، لا يمكن إلا لقدر الله في حالة إصابة خطيرة. أما في حالة يعني حالة غير رياضية، سلوك غير رياضي أو حالة استفزازية أو كذا، تنبه على اللاعب تخاطب مباشرة. ولكن أول شيء ما يمكنش للحكم أنه يوقف المباراة لوحده، ونعرفوه الكلام هذا ملوش الحق أنه يوقف إلا بإذن من رئيس البساط. هذا حاجة. وكيف ما قال معناه إذا كان في حالة سلوك غير رياضي أو استفزازي ينبه على اللاعب، ولكن ما يجعلش المباراة تقف ويجعلها في وضع وقوفا، لا ما يمكنوش إلا بإذن من رئيس البساط في الحالات هذه. بعد في هنا نصار فتحي بيقول: هل يجوز لنا إعطاء اللاعب إنذار أو ديسكواليفيكيشن بعد انتهاء المباراة، بعد انتهاء الوقت؟ هل ينفع ندي إنذار للاعب بعد انتهاء الوقت أو نشطبه بعد انتهاء الوقت، وإذا كان ده هيغير نتيجة المباراة؟ شوف عملية الشطب بعد نهاية، احنا مثلا في الشالنج إذا كان مثلا نقولوا ثم في عملية هروب في 10 ثواني الأخيرة، وعملية هروب واضحة، والحكم مداش الإنذار ومداش النقاط، وانتهى التوقيت، فهمني، والمدرب اطلب شالنج، هل ممكن ترجع تدي النقاط انت في آخر الواحد؟ ما يمكنش، لأنه ضروري النقاط تتعطى في وسط المباراة. ولهنا هذا خطأ جسيم يكون من الحكم، والحكم هو اللي يتعاقب. فهمتني؟ في الحالة اللي قلت عليها أنت
ما يمكنش انك تعاقب اللاعب بنقاط بعد انتهاء التوقيت، لو انك باش تعاقب اي لاعب اثناء التوقيت ولو مازال ثانيه واحده، 5 دقائق و59 ثانية توقف المباراة لو في أي حركة أو كذا أو من وتعاقب له. الحالة الوحيدة اللي ممكن تعاقب ويصير فيها عملية طرد اللي هي إذا كان وقفت المباراة ولا قدر الله كانت فيه معناها أمور متاع ضرب أو كذا، فهمني، معناها ممكن أنك في الحالة هذه توقف وتعاقب وتطرد اللاعبين. يظهر لي باش نكتفي لأنه صار عنا ساعة ونص، والله التوقيت شوي علينا حقهم يديونا أكثر توقيت، فهمني، يسمحونا الأخوة معناها المشاركين وكذا، وإن شاء الله نطلبوا معناها من إدارة الرياضة أنها تسمح لنا بتوقيت أكثر، لأنه التوقيت ما يكفي الناس ساعة ونص، وما شاء الله المشاركة متاعنا مشاركة مميزة والأسئلة كثيرة، وصلني هون حوالي 40 سؤال ما قدرتش نجاوب عليها، ويظل الوقت خلص يا شريف. مشكورين كل المشاركين، وإن شاء الله معناها نشوفوا العدد يكبر، سامحوني راهو العدد قاعد يقل. مشكورين والسلام عليكم، ونشكرك يا شريف على شكر ليك يا حاج كمال، شكر ليك، ويعني سعيد جدا بمرافقتك في الخمس محاضرات الخاصين بالانترودكشن تو ريفرين كورس او المقدمه عن التحكيم، وباذن الله ان شاء الله باذن الله ننتظر ان احنا ان شاء الله نستكمل بقيه الكورسات الخاصه بالتحكيم ان شاء الله باذن الله من خلال الاسابيع القادمه. شكرا لكل المتابعين من الوطن العربي كله، شكرا جزيلا، السلام عليكم. شكرا، سلام.